المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني قررت طرح ألبومها الجديد آخر يناير الحالي، ونزلت صورة محتمل تكون هي دي صورة الألبوم الجديد، والغريبة إنها لابسة حجاب في الصورة، والناس سألت إيه سر الحجاب ده أكتر من السؤال عن الألبوم. عم بتهددني رح بتطلقني دخلك لتقول بخير هيك بترعبني عم بتهددني بدك تتركني كم مرة قلت وعيت شو عم بتلعبني يلا النجم العراقي عمار الكوفي نجم برنامج عرب ايدل موجود حاليا في مصر، وبيعمل كمان بروفات على اغاني جديده مع الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، هيضمها الالبوم الجديد واللي بيعتبر اول البوم ليه في حياته الفنيه واللي عايز يطلعه من مصر. الملحن الكبير اشرف سالم اسم معروف ومرتبط بكبار المطربين في مصر والعالم العربي. اشرف في الفتره الاخيره عمل اغنيه فيلم بتوقيت القاهره، وبيحضر لاعمال جديده مع سميره سعيد وجنات. تعالوا نشوف كل حاجه صوت وصوره احسن في التقرير ده. ورق النتيجه كتير وقع مليانه ايام وجع دلوقتي انا ما بقتش انا بيني وبيني طريق وسع جوه المرايه انا بعترف احساسي انا شايف انه ده دورنا يعني او دور اي حد سواء شاعر او موزع او ملحن محدش ابتدى كبير دايما بتحتاج ايد تساعدك لو حد عنده موهبه مهم قوي ان انت تقف معاه وتسنده جدا لان انت بتبقى صغير برضو فحد سندك وفي نجوم كتير طبعا زي سميره او فؤاد او منير او ايهاب يعني نجوم كتير جدا ساهموا في تواجدك فانت كمان لازم تقوم بدورك والناس اللي عندها التالنت تبتدي تساعدهم بس المهم يبقوا موهوبين بجد مش مدعين انا عايز اعمل شكل موسيقي يعني سمية قدمنا شكل الحمد لله نجح البوم كامل عملت بتاع الالبوم بتاع ايهاب بتاع لازم تسمع اللي هي حبيبي تصدق بايه عملت تقريبا 3 ارباعه عملت له الا رسول الله كله والدين اللي هي التترات اللي هي بتتذاع بتاعه الصلاه يعني الحمد لله يعني انا بعشق التجربه الدينيه جدا انا عامل اغاني افلام كتير من ايام سلم التعبان والحب الاول وعجميستا انت عايز تقدم ايه يعني الفكره ان انت عايز تقدم ايه كمان اغنيه الفيلم اذاعتها اكتر من السي دي او الالبوم يعني بتلاقي دايما الاذاعه بالبرومو بالتريلر يعني بتلاقي دايما الاغنيه بتتذاع كتير فانت عايز تراهن على اغنيه واحده مش البوم كامل والناس تسمعها فدي مخاطره اكتر يعني انت بتراهن على اغنيه واحده غير ما تبقى عامل 3 اغاني او البوم او كده ممكن واحده تشيل واحده لا انت بتقدم اغنيه واحده فربنا يكرمنا ان شاء الله اشرف كلمنا كمان عن اسباب اتجاهه للانتاج الفني وكشف لنا سر الخلافه بين محمد فؤاد وايهاب توفيق على اغنيه انا يلا نعرف التفاصيل تجربه ايمن وتوما وكده انك عايز تطلع يعني شكل مزيكا زي زمان حميد ما طلع اشكال مزيكا انت بتراهن بس كان زمان في موجودين منتجين دلوقتي بقت صعبه فبتحاول تقدم الانتاج في شكل سنجلايه عشان برضو الريسكي عليك انت ملحن مش منتج عشان ما تطلعش مبالغ كبيره على صوت لسه بتنتج له ما بقتش المغامره زي زمان فدلوقتي التكلفه بتحكمك بتختار الصوت وبتعمل له سنجلايه وبتقدمه ويا رب تنجح يعني اكيد كلنا بنسعى الخليه دي كلها انها تنجح فنان اغنيه انا كان محمد فؤاد خدها ووزعها وغناها واتاخر شويه فسمعتها لإيهاب عجبته فبصراحه الراجل بكل ذوق محمد فؤاد اداها لإيهاب وادى التنازلات لإيهاب وقال له مبروك يعني هديه مني ليك وغناها إيهاب وصورها في أوكرانيا والمفروض إن هي نزلت على النت كده بس ما نزلتش بشكل رسمي. مين المطربة العربية اللي كانت بتنافس أصالة وفجأة قلبت بقت هيفا وهبي؟ كل ده هنعرفه بس بعد شوية.
وما تنسوش مسابقة حياتك أحلى واللي لسه مكملها لحد دلوقتي، واللي كسب مشاركين من تونس والسعودية والبحرين، وكل واحد كسب 25,000 دولار. هيكون السحب طبعا على السيارة BMW الخميس اللي جاي، وأي شخص يقدر يشارك عن طريق إرسال رسالة على رقم بلده اللي ظاهر بإعلان المسابقة، وبنتمنى حظ سعيد لكل المشتركين.